بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. واحنا برضو بنقلب كده لقينا كلام على صفقه زكريا الهبتي. بجد والله، مين زكريا الهبتي ده؟ لاعب الرجاء ولاعب الجيش الملكي. الراجل ده كان بيلعب في الرجاء، بعد كده قال لك انا عايز اروح فريق بطولات، اروح الجيش الملكي، والرجاء خد البطوله بعدها. ايه ده يا ريبكو تاني يا كابتن؟ ما اعرفش، بس هو الواد كان مرزق، قال لك انا محتاج ان انا اروح لمؤاخذه فريق كبير وان شاء الله ربنا يكرمنا ناخد بطولات. هو راح فريق الجيش الملكي من هنا، وفريق الرجاء هو اللي خد الدوري من هنا. زكريا الهبتي امبارح اتقال ان في مفاوضات متقدمه بينه وبين الافريقي. زكريا فري ايجنت بجد؟ كابتن، راجل ما راجل حاليا بدون فريق، والراجل قيمته السوقيه 300,000 دولار. فالصفقه صفقه بعيده عن الافريقي، بس هو الافريقي لو عايز زكريا يقدر ان هو يخلص فيه. هتقولي بس زكريا الهبتي يقدر ان هو يفيدنا؟ هقول لك والله على حسب. الولد ده في بعض الاحيان بيبقى مفيد جدا، وبعض الاحيان ثانيه بيكون سيء جدا. هو لسه صغير، عنده 26 سنه، لكن اللاعب نوعا ما تقدر تقول ان هو ممكن يلعب شمال، ممكن يلعب يمين. فزكريا هو ممكن يديك اضافه كبيره، وممكن يكون لاعب بيلاقي نفسه في الدوري التونسي. زكريا لو الصفقه تمت هي صفقه مش فاشله، يعني هي صفقه مش فاشله قوي، ولا هي صفقه ناجحه قوي. هو لاعب بوتنشال ممكن يديك، وممكن يفرق معاك، يعني هو ممكن يفرق معاك وممكن يديك، وممكن يلاقي نفسه في تونس، وممكن برضه ما يلاقيش نفسه في تونس. انت بتتكلم على لاعب لمؤاخذه، يعني لاعب في مساره في الدوري المغربي سواء مع الجيش او الرجاء، 62 ماتش، سجل 5 اهداف وعمل 6 اسيستات. انا مش عارف ايه حوار رقم 11 بالنسبه للعيبه ده، يعني مش عارف. الراجل لاعب اكتر من 62 ماتش، المفروض ان هو عنده ادوار هجوميه. الراجل مسجل 11، الراجل مساهم في 11 هدف بس، مسجل 5 وعامل اسيست 6. غريبه قوي، غريبه. ولكن انا محتاج افهم ايه ميس الصفقه. هفهمك ميس الصفقه. ميس الصفقه ان هو يقدر يلعب شمال ويمين، وميس الصفقه ان هو فري. ده من الاخر، يعني انت عندك لاعب متعدد الحلول وفي نفس الوقت ممكن يبقى فري. هتقول لي كابتن انا شامم كده من بعيد مشروع جديد لرشيد العرفاوي. لا، هو مش رشيد العرفاوي، هو كواليتي مقبول، وكواليتي جيد، وكواليتي نوعا ما مش وحش، ولاعب بيروح على الجون وبيحاول كتير على الجون. اي نعم، وعنده فين ازاي الزفت، بس ممكن الفينش يظبط ويتغير مع الافريقي. هتقول لي انت حيرتني. هو انا نفسي محتار، لان زكريا الهبتي اللي اتفرج عليه ما يقدرش يقول لك اللاعب ده لاعب كويس ولا لاعب سيء. هو مشكله زكريا الهبتي كده، انك لو قيمته ان هو كويس هتبقى بتظلمه، ولو قيمته ان هو سيء جدا هتبقى برضه بتظلمه. هو لاعب متوسط،